السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا وتكمله لسلسله التجميعات اللي احنا كنا عاملينها. دي تعتبر رابع حلقه عن التجميعات. في ثلاث حلقات قبل كده ممكن تشوفهم في حرف الاي فوق على اليمين، كانت تجميعات على الكيسات الاوريجينال او الاستيراد، ازاي تعدل الباور سبلاي، ازاي تركب جي بي يو، وتعديل الكيسه عموما. الحلقه بتاعت النهارده ان شاء الله عن الجيل ال11، تعتبر حلقه يعني تجميعه جديده مش تجميعة استيراد ولا حاجة. هنتكلم عن كل جزء في التجميعة، فمعلش الحلقة طويلة شوية استحملونا، لكن عايز اشرح لكم كل جزء في التجميعة بحيث لو انت حبيت تعملها تاني يبقى مفيش مشاكل وتبقى فاهم كل جزء بالظبط. فلو انت اول مرة بتشوفنا ياريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا دلوقتي. اول قطعه معانا في التجميع وهي المذر بورد، وزي ما احنا شايفين النهارده معانا مذر بورد تعتبر من الفئات العليا، شريحه البي 560 ام اورس برو اي اكس ال جي اي 1200، بتشيل لحد جيل 11 بس. وزي ما احنا شايفين طبعا مهتمين بتبريد الفي رام، مهتمين بمراحل الطاقه للبروسيسور، مهتمين حتى بتبريد الام دوت 2. طبعا هي بتشيل جين 4 وجين 3 في الام دوت 2. هتلاقوا حلقه عن المذر بورد فوق على اليمين في حرف الاي. طبعا المذر بورد برضو بتدعم الاكس ام بي، بتدعم كسر السرعه للرامات لكن ما بتدعمش كسر السرعه للبروسيسور. حتى على البي سي اي اللي بيشير الجي بي يو هتلاقوا عليها تدعيم، بحيث لو جبت كارت جي بي يو تقيل شويه تقدر ان المذر تستحمله. وزي ما قلنا اي قطعه في التجميع هتلاقيها فوق على اليمين او في صندوق الوصف تحت حلقه خاصه عنها. تاني قطعة معنا في التجميع وهي طبعا البروسيسور، وزي ما احنا شايفين هو i5-11400F. وطبعا الاف دي ترمز الى انه ما فيهوش كارت شاشة داخلي او ما فيهوش جي بي يو داخلي. وطبعا البروسيسور بيقدم يعني اداء متوسط في الالعاب، اداء متوسط في برامج المونتاج والجرافيك، ويعتبر من البروسيسورات الاقتصادية، وكان بيمثل حل كويس جدا للناس اللي عايزة حاجة متوسطة وسعرها برضو مش عالي الى حد ما. وطبعا هتلاقي الحلقة بتفصيلا فوق على اليمين او تحت في صندوق الوصف. قطعة معانا في التجميع وهي طبعا الرامات، والرامات تقدر تجيبها طبعا اللي انت عايزه، لكن انا كنت جايبها الكينغستون الفيوري بيست 3200 سي ال 16 8 جيجا الشباية. كنت جايب شبايتين عاديين وشبايه واحده ار جي بي. فطبعا هي بتدعم الاكس ام بي بحيث ان انت تقدر تكسر سرعتها لحد ما توصل لل 3200. هي طبعا ما بتجيلكش بالسرعه اللي مكتوبه، بيجيلك سرعه اقل شويه، وانت تقدر تكسر سرعتها لحد ما توصل للسرعه القصوى بتاعتها. ودي طبعا حريه شخصيه، تقدر تجيب الرامات اللي انت عايزها، لكن ده ودي الحاله اللي حصلت معايا. طبعا رابع قطعه في التجميع وهو الام دوت 2. حاليا الام دوت 2 خلاص ما بقاش اختيار، فصعب ان انت تبدا تجميعه من غير الام دوت 2. او طبعا المذر بورد اللي عندنا بتشيل ام دوت 2 جين 3 وجين 4، فانا كان الحمد لله يعني جبت الاثنين بحيث ان انت تحط عليهم السيستم او الويندوز وتبدا ان انت تترجم سرعه كل الحاجات بتاعتك ديت عشان تقدر تجاري سرعه الالعاب وسرعه البرامج الكبيره حاليا. فمعانا واحد ام دوت جين 4 1 تيرا، ومعانا واحد ام دوت 2 جين 3 500 جيجا. تقدر بقى تختار، دي حاجه برضو اختياريه بنفسك. ممكن طبعا تتحكم فيها، تجيب حاجه غاليه تجيب حاجه عاليه، دي براحتك، لكن طبعا كل ما كانت سرعته اعلى كان يبقى حاجه احسن. احنا هنا جاي معانا واحد من كينغستون ومعانا واحد من ويسترن ديجيتال. القطعه الخامسه في التجميع ودي حاجه بتاعتك انت، تقدر تختارها. طبعا هتحتاج الاتش دي دي لانه هتخزن عليه كل بياناتك او كل السوفت وير بتاعتك، الداتا اللي انت عايزها. ده شيء برضو تقدر تجيبه بالمساحه اللي انت عايزها، 1 تيرا 2 تيرا واتيفر، ده شيء بقى يرجع لك انت. في الحاله بتاعتنا كنت جايب الويسترن ديجيتال البلو 2 تيرا، ده كان مناسب بالنسبه لي وتمام، يعني الدنيا ماشيه وما شاء الله مكمل معايا لحد دلوقتي وادائه بسم الله ما شاء الله كويس جدا. وطبعا في سرعات يعني، وفي سرعات وفي الوان الحاجات الجديده اللي نازله بالهرود، في الاحمر في البيربل في الازرق في البلاك، واتيفر بقى الحاجه المناسبه ليك تقدر تجيبها.
طبعا انا بشتري بروسيسور زي ما انتم شايفين كده، لقيت معاه مروحه صغيره لده الستوك كولر اللي موجود معايا. طبعا كانت درجه الحراره بتوصل ل 83 و85 والحاجات العاليه دي، فكان لازم طبعا اغير واجيب حاجه احترافيه شويه، رغم البروسيسور ما بي درجه حرارته يعني المفروض ان هي ما تعلاش قوي زي ما انتم شايفين. طبعا ده من زيجماتيك، من شركه زيجماتيك، اسمه الويند باور برو. هو طبعا هاي برفورمانس وحاجه تعتبر احترافيه، طبعا اغلى في السعر كتير جدا، لكن زي ما انتم شايفين ار جي بي طبعا، وهو تاور كولر، فما شاء الله وصل، عايز اقول لكم درجه الحراره اعلى حاجه بيوصل ليها مثلا 60 او 65، عمره ما بيعدي ال 65، فطبعا ده من الحاجات اللي تعتبر كويسه، لكن طبعا هتدفع مقابل الموضوع ده. طبعا من اهم القطع في الجهاز واللي ما ينفعش ان انت تسترخص فيها وهو الباور سبلاي، لان انت بعد ما تعمل تجميعتك وتصرف عليها مبلغ كبير تتفاجئ ان انت جايب باور سبلاي مثلا 500 واط او 550 واط او تيفر، يعني حاجه مظبوطه بالظبط على القد، وتتفاجئ ان هو عمل لك مشكله مع ارتفاع الكهرباء فجاه او انخفاضها فجاه. فاستثمر فيه لان ده يعتبر استثمار للمستقبل، تقدر تعمل عليه اكتر من تجميع، فما تسترخص في قطعة الباور سبلاي بالظبط لانها تنفعك. فممكن تجيب حاجة غالية مفيش مشاكل، ما تجيبش حاجة على قد، لان كروت الشاشة مؤخرا بتعمل حاجة اسمها سبايكس، وان شاء الله في حلقة بعد كده هنتكلم عن الباور سبلاي بالتفصيل. فبعد ما تعمل حسبتك ان والله كارت الشاشة هياخد كذا، البروسيسور هياخد كذا، تفاجأ ان كارت الشاشة عمل حاجة اسمها سبايكس وطلع من مثلا 90 واط لحد 120-150 واط، فطبعا ده يعمل لك مشكلة كبيرة، وحصلت فعلا معايا حاجة زي كده، وهشرح لكم في حلقة كاملة عن الباور سبلاي وازاي انه حصل لي مشكلة لما حسبتها بالظبط. وطبعا اهم قطعة في التجميع اللي الناس كلها بتصرف عليها فلوسها كارت الشاشة او الجي بي يو. النهاردة معانا نسخة الاسوس التاف جيمينج ال 3060 RTX، فطبعا زي ما احنا شايفين نسخة بسم الله ما شاء الله نسخة جميلة جدا، وعلى فكرة يعتبر من الكروت اللي بتقدم قيمة مقابل سعر. الكارت ما شاء الله تبريده كويس جدا، أداؤه كويس جدا، بيوصل معاك لفريمات عالية، فما شاء الله من الحاجات المهمة جدا. دلوقتي بصراحة مش عارف يعني هل النسخة دي لسه موجودة او لا، بس انا دورت عليها كتير لحد ما لقيتها، وما شاء الله شغال تمام معايا لحد دلوقتي. لكن طبعا زي ما احنا شايفين ممكن دلوقتي ممكن بقى ال 4060 يكون خد مكانه، رغم ان ده 12 جيجا، ال 4060 وصل لحد تقريبا 8 جيجا، في منه نسخ طبعا التنسر كور بتاعته اعلى، الاداء ممكن يكون اعلى من ده شويه، لكن لحد دلوقتي 3060 ما شاء الله بيقدم قيمة مقابل سعر. بس دور على نسخة تكون ثلاث مراوح عشان تقدر تديك تبريد، لان طبعا في الصيف بتبقى درجة الحرارة عالية شوية. طبعا الكيسة من اهم القطع اللي هتجمع بقى فيها كل التجميعة دي. النهاردة معنا طبعا الماتريكس 55 مش، ومن اسمها طبعا باين ان هي الواجهة بتاعتها فيها تهوية كبيرة جدا، فيها فلتر من فوق للطرد الهواء السخن الاكزوست يعني، وفيها فلتر من تحت حتى للباور سبلاي. فالكيسة ما شاء الله فيها تهوية جامدة جدا، يعيبها بس ان هي بتيجي من غير مراوح خالص، لا مراوح تهوية ولا مراوح ار جي بي، فاضطريت ان انا اشتري لها ثلاث مراوح من سيرمالتك فيهم ار جي بي معاهم كنترولر، هوريكم برضو منظر المراوح. فما شاء الله زي ما انتم شايفين الشكل يطلع معقول شوية. فطبعا الكيسة برضو من الحاجات اللي انت براحتك ممكن تشتريها زي ما انت عايز، او تجمع حتى في كيستك القديمة مش اشكال، بس الكيسة اللي معانا زي ما احنا شايفين يعني كنت ساعتها اشتريتها في حدود 900 جنيه او حاجة زي كده، فالدنيا ماشية يعني وتمام. دي طبعا كانت تجميعتنا النهاردة، فلو عندك اي سؤال بخصوص التجميعة دي ياريت تبعت لنا على القناة على الكومنتات، في طبعا جروب للقناة على الفيسبوك، تبعت لنا ان شاء الله ونقدر نجاوبك على كل حاجة. ولو انت مهتم بالتكنولوجي وبالكمبيوتر هتلاقي قائمة او بلاي ليست كاملة لكل قطعة الكمبيوتر، سواء كيسات قديمة او كيسات جديدة، هتلاقي تجميعات مستعمل، هتلاقي تجميعات جديدة، فان شاء الله نكون قدمنا
حلقة مفيدة وتكون استفدت منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش بقى باللايك والشير واشتركوا معنا في القناة. والسلام عليكم.